للوقوف عند مسؤولية الأحزاب الحاكمة في العراق عن تعريض أمن البلد المائي للخطر، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون آلاف الهكتارات تحولت لصحراء قاحلة في العراق، ولكن من وجهة نظر سياسية وإدارية، هل يمكن التذرع بالتغير المناخي ليكون مبررا في الفشل بتحجيم تداعيات الجفاف أستاذ حسين؟ لا يا سيدي، التغير المناخي قادم بس على العراق، ما اذا كان هو هناك تغير مناخي فعلى العالم اجمع. العراق يمر بنهر ورافدها اكثر من 30 رافد، اغلبها تصب من ايران على محافظات ديالى والسليمانيه وواسط. كل هذه الانهر قد جفت وقطعت المياه عن العراق وتحولت هذه الاراضي الى صحاري، وبالتالي بدات هجره عكسية من الهجرة السلبية، تعتبر هجرة من الريف إلى المدينة. وأعتقد المشكلة الأساسية رغم أنها تصحر واقتصاد وزراعة، لكن على رأس هذه المشكلة السياسية في النظام السياسي القائم في العراق. تركيا تعهدت بزيادة الإطلاقات المائية لتجاوز أزمة الجفاف التي يمر بها العراق، ولكن يعني لماذا لا تعمل الأحزاب السياسية باتجاه الضغط على إيران لذات الخطوة أستاذ حسين؟ يعني هذه الأحزاب كانت تشتم تركيا ليلا نهارا. نعم. وعندما أطلقت تركيا الحصة المائية العراقية طبعا لم نسمع أي ردة فعل، في حين إيران قطعت أكثر من 30 رافد من روافد دجلة أو من الأنهر التي تصب من إيران. وبنفس الوقت يعني لم نسمع اي رده فعل لا من مسؤول حكومي ولا حزبي. نعم. ان يتكلم. السبب لماذا؟ لانه هذا النظام هو يعيش حاله تبعيه وليس تحالف. هو لم يتحالف مع ايران، هو يعيش حاله تبعيه لايران، فبالتالي ايران لو قطعت عقب الهواء لا يستنكر على ايران ولا يطالب ايران بطاقات مائيه او لماذا تغير مجرى النهر. هو الموضوع مع ايران ليس اطلاق حصص مائيه. نعم. هو تغيير مجرى النهر. ولا يمكن وفق القوانين الدوليه انه تغير مجرى نهر. فالمشكله انه هذا النظام يعيش حاله تبعيه، فكيف له ان يطالب ايران؟ او هو يهم مصلحه ايران ولا تهم المصلحه الوطنيه. في هذا الاطار، في هذا الاطار اريد التوقف عند هذه النقطه. يعني استاذ حسين، امام هذا الموقف الايراني الذي يريد حرمان العراق من حصته المائية، ولكن يعني ذكرتها ولكن لابد من الوقوف إليه فيها، إلى أي مدى تتجدد الاتهامات لأحزاب العملية السياسية بأن تضع يعني مصلحة إيران فوق مصالح العراق؟ هذا هو النهج الموجود في العراق بعد 2003. جميع هذه الأحزاب الطائفية تعمل لصالح إيران. يعني إيران لو تغورت حتى في الأراضي العراقية هم لا يستنكرون، لا يهمهم هذا الامر. تصريحاتهم حتى الحروب العبثيه اللي ما يطلق عليها حرب بالوكاله، هم يحضرون حروب نيابه عن ايران. انت شايف دوله تجهز ميليشيات وعسكر من اجل ان تدخل حرب بالنيابه، نيابه عن دوله مجاوره. هذا الامر لم يحدث الا في دوله محتله مثل العراق. والنظام ايران يعني جعلت من هذا النظام اشبه نظام الانتداء، كما يشاع تحالف وعلاقات دولة جارة. ومن هذا الكلام هناك هيمنة مطلقة وهناك نظام سياسي يعيش حالة تبعية لإيران، وبالتالي يجب اللجوء إلى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لعله ينصف الشعب العراقي مما هو عليه الآن. كما تعرفون أستاذ حسين، هناك تهديد للمياه وأيضا هناك أيضا تهديد للطاقة من جانب إيران بالنسبة للعراق، ولكن يعني أين كانت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2000؟ يعني لماذا تركت الأمور تصل إلى مرحلة الانهيار؟ يعني هو قلت لك السبب أولا تبعية، ثانيا قضية الفساد اللي موجودة. نعم. هذه الأنظمة لا يهمها مصالح وطنية ومشاريع كبرى استثمارية وتنمية، هذه كلها لا يهمها. ما يهمها هو يعني الفساد وإرضاء إيران على حساب الشعب العراقي. فبالتالي يعني تجد عندما كل ما يحدث حدث تجد زومة إعلامية يوم أو يومين ثم تترك الأمور على مثل عليه. من 2003 والى الان تشكلت اكثر من 5 حكومات لم تحل ولا مشكله واحده، لا مشكله الطاقه، مع العلم العراق افترض ان يصدر الطاقه. نعم. العراق مصدر من مصادر الطاقه. نعم. وليس يحتاج. نعم. الى الطاقه. معقوله اليوم احنا محطات الوقود كلها متوقفه ولا يوجد بنزين والغاز عندنا قليل، ومع كل الوفره هذه بالطاقه
معقول احنا نعاني من مشكله زراعيه لدينا نهرين واراضي خصبه وايادي يعني عامله موجوده بكثره؟ هذا سبب النظام السياسي الخاص في العراق انه لا يفكر بشيء اسمه ايران اولا ثم قصاص ثانيا وسرقه المال العام. استاذ حسين الكاظمي يعني شارك في مؤتمر جده للامن والطاقه، ولكن هل اتضح من خلال هذا المؤتمر عجز الحكومه عن تجميل الواقع في العراق بكل ابعاده؟ حقيقه الشعب يبحث حركات الدوله العراقيه. نعم. ما ذهب الى مؤتمر جده وكان يفترض ان موضوع الطاقه يحسب ليس في هذا المؤتمر بالمؤتمرات السابقه، لكن كل ما يدخلون في موضوع الطاقه وربط الكهرباء مع دول الخليج تجد يعود الكاظمي وتبدا تفجيرات الابراج الكهربائيه ويبدا شتم الكاظمي واهانته من قبل قيادات الاحزاب والميليشيات، بل يسموه بالخيانه، انت شايف فيش انظمه، شايف فيش احزاب تسمي نفسها احزاب سياسيه وطنيه، تتهم رئيس الوزراء الذي يريد ان 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 يعالج مشكله الكهرباء ويتخلص من ايران، ما موجود هذا الشيء في الوقت انه الكاظمي اضعف من هؤلاء، يفترض العكس، الكاظمي رئيس الوزراء على السلطه التنفيذيه، قائد عام القوات المسلحه، كل هذا هو حبر على ورق امام الميليشيات وامام قيادات الاحزاب الطائفيه. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.